قطاع البنوك، قطاع الصناعة، كل القطاعات اللي يرغب في العمل فيها البحرينيين ينجذب إلى العمل فيها. تعال واسأل عن نسب البحرين الموثقة لها، سيبك من الشركات الإنشائية أو بعض الشركات اللي ما يقبل عليها البحرينيين. أنتم تعرفون بأن أكثر من 72% من العمالة الأجنبية تعمل في وظائف لا يقبل عليها البحرينيين وبأجور لربما تقل عن 200 دينار، خاصة في مجال التشييد والإنشاء. فأنت تستهدف وظائف نوعية معينة وتشوف بأن رغم أن 50% مثلاً ولا 40% نسبة البحرنة المفروضة، إلا أن تعالوا شاهدوا عندي الأوراق، أي واحد منكم الحقيقة يزورني بشكل خاص بطلع عليها بالتفصيل شلون وصلت هذه الشركات إلى 90 بعضها 100%.